أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين اغتالوا 3 أشخاص في محافظة درعا يوم أمس، أحدهم عضو في اللجنة المركزية لدرعا، وذلك في مشهد يزيد الوضع الأمني في المحافظة سوءا بعد انتهاء عمليات التسوية التي أجراها النظام برعاية روسية ووعد بتحسين أوضاع المحافظة عقبه. 3 عمليات اغتيال شهدتها محافظة درعا خلال يوم واحد، فبعد أن وعدت روسيا والنظام بالمحافظة على الاستقرار الأمني بعد عمليات التسوية، انعكس الوضع الأمني سلبا عقب دخول النظام مناطق جديدة فيها. سلط علينا من لا يرقب فينا إلا ولا ذمة. مسلحون مجهولو الهوية أطلقوا النار بشكل مباشر على عضو لجنة درعا المركزية أحمد البقيرات في بلدة تل شهاب غربية درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور رغم إسعافه إلى المستشفى. أما عملية الاغتيال الثانية فطالت سامر الحمد الملقب بأبو صدام، وهو قيادي في اللواء 8 المدعوم من روسيا، حيث أطلق مجهولون النار عليه مباشرة أمام منزله في بلدة خربة بريف درعا الشرقي. عمليات الاغتيال تواصلت أيضا في درعا، حيث أطلق مجهولون النار مباشرة على نائب رئيس بلدية مدينة إنخل مأمون أحمد الجباوي، وهو ضابط متقاعد برتبة عقيد، ما أدى إلى مقتله على الفور. تلك العمليات امتدت إلى محافظة القنيطرة، حيث جرت محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت سيارة القيادي في فرع الأمن العسكري حسن هزاع محمد، لكنها فشلت. بالنظر إلى الأشخاص المستهدفين وتبعيتهم، يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن تلك العمليات، لكن يؤكد ناشطون أن المستفيد الوحيد من هذه العمليات هي الميليشيات الإيرانية، مرجحين أن تكون هي من تقف وراءها عبر عملاء زرعتهم في الجنوب السوري، وسط خيبة أمل من سكان المنطقة بعد تراجع الوضع الأمني في مناطقهم، إذ باتت تلك العمليات تؤثر على حياتهم اليومية في الدخول والخروج، خاصة بعد أن أعلن مكتب توثيق الشهداء في درعا عن اغتيال 41 شخصا خلال الشهر الماضي. نناقش هذا الموضوع مع الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم الجباوي، وهو معنا من العاصمة الأردنية عمان. مساء الخير دكتور إبراهيم، يعني لماذا تزداد وتستمر عمليات الاغتيال في درعا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا نتيجة حتمية ما جرى ويجري اليوم في المنطقة الجنوبية على أثر التسويات التي حصلت مؤخرا في هذه المنطقة، ولا سيما في محافظة درعا. لكن اللافت للنظر أن هذه الاغتيال لم يمضي يوما واحدا بدون أن يمر بدون اغتيالات، وهذه الاغتيالات لو عدنا ودققنا بهويات الذين طالتهم أيادي الغدر في الاغتيال نراهم أنهم من كافة شرائح المجتمع. هناك الثورجي أو الذي كان ينتمي إلى الجيش الحر، وهناك من الحاضنة الشعبية لهؤلاء، وهناك ممن كان يؤيد النظام سابقا أو الذي كان يدعي أنه على الحياد. لذلك النظام لم يبقي ولم يذر، هو يريد أن يقضي على كل نفس يصعد في هذه المحافظة من الشباب ومن الفاعلين. لو لاحظنا من هم الذين طالتهم أيضا عمليات الاغتيال، نلاحظ أنهم هم الذين لهم تأثير في الحاضنة الاجتماعية على المستوى الشعبي. لكن وعلى مدى 50 عام التي مضت لاحظنا كيف أن نظام الأسد الأب والابن كيف قضى على الوجود العشائري، وأصبح للوجود الفردي هو الطاغي، ولم يعد لزعماء العشيرة أو شيوخ العشيرة أي دور يمكن أن يقوم به على حتى أبناء عشيرته. لذلك أوجد هذه الأشخاص هؤلاء الأشخاص لكي يقوموا بالتأثير الاجتماعي. وبعد بداية الثورة لاحظنا أن هناك شخصيات كثيرة خرجت على الساحة لها تأثير اجتماعي في المجتمع، وكان يعني أقل واحد حوالي 100 رجل يؤثر عليهم
من حيث سواء من حيث القتال، سواء من حيث الثورة، سواء من حيث الطابع الاجتماعي بشكل عام، سواء من حيث حتى المشاجرات التي كانت تحدث، كان المؤثر اجتماعيا يستطيع أن يفض هذه المشاجرات، لكن النظام لا يستهوي هذا النوع من التأثير. هو يريد أن الناس تبقى بلا مؤثر اجتماعي، عليها أن تكون فقط خاضعة لسلطة النظام ومن ورائه الميليشيات الإيرانية. لذلك هو عمد إلى تجنيد أشخاص جدد عن الذين كانوا قبل التسويات، وبالتالي هذه الاغتيالات شملت كل الذين كانوا قبل التسويات ممن يسمون أو يسمون ذيول للنظام، وكذلك قادة فصائل الجيش الحر والمؤثرين اجتماعيا، وحتى كما لاحظنا بالأمس طالت الاغتيالات أحد أعضاء اللجنة المركزية للمفاوضات في محافظة درعا وأحد أعضاء المجلس البلدي في مدينة إنخل، وكذلك عنصر من اللواء الثامن. هؤلاء الناس يعني مختلفي المشارب ومختلفي التوجهات إن صح التعبير، يعني كل واحد من هؤلاء الذين طالتهم أيد الغدر الثلاثة كل واحد يعني بتوجه وبفكر مختلف عن الآخر. لذلك نرى أن النظام يسعى إلى يعني عدم ترك أي شخص بدون أن يطاله عملية الاغتيال، لا سيما أن شروط التسويات التي كانت ألا يتعرض النظام لأي ممن أجرى التسويات. نعم. هذه كانت من شروط روسيا على النظام وهنا طبعا وهنا يعني السؤال دكتور إبراهيم على روسيا، وهنا أريد أن أسأل دكتور إبراهيم لو سمحت لي، يعني مصير الوعود بتحسن أوضاع المنطقة تحديدا في درعا بعد التسويات التي حصلت برعاية روسية؟ يعني لا يمكن أن نقول هناك شيء طرأ لجهة التحسن على المنطقة الجنوبية بعد التسويات ولا بأي شكل من الأشكال، لا المواد الغذائية مؤمنة ولا المواد الوقود أيضا مؤمنة ولا حتى الطبابة مؤمنة. لذلك النظام يسعى إلى تدمير هذه المنطقة نفسيا وبشريا، لذلك يسعى دائما هذا النظام إلى عملية أو الأخذ بالمبدأ الذي ساده النظام في الماضي وفي الحاضر، جوع تسد. ولذلك هو باعتبار أن هذه التسويات لم تحقق للنظام ما كان يبتغيه، لذلك لجأ إلى عمليات الاغتيال، لا سيما لاحظنا بالتسويات السابقة لعام 2018 كان يلاحق قادة الجيش الحر والمؤثرين أيضا من خلال الدعاوي الجنائية التي كان يفتري بها على هؤلاء، وبالتالي كان يحقق لنفسه مآرب في هذا المجال. لكن في هذه التسويات كان شرط أمريكا وروسيا واللجنة المركزية ألا يتعرض لأي ممن يجري تسوية مع هذا النظام، و والأهم من كل ذلك أنه أجبر النظام على الخروج من محافظة درعا باستثناء نقاط أمنية في كل بلدة، نقطة واحدة أو مدينة. نعم، وهنا أيضا مكتب توثيق شهداء درعا يعني أعلن اغتيال 41 شخص خلال الشهر الماضي، إلى أين يتجه المشهد في حال استمرار حالات الاغتيال دكتور الجباوي؟ إن لم تتدخل روسيا وتحقق الضمانة التي أبدتها أمام المجتمع الدولي وأمام لجنة المفاوضات المركزية، سوف تزداد وتيرة الاغتيالات في المنطقة الجنوبية، والمشكلة أنه لا أحد يعرف من قاتله. هذه هي الطامة الكبرى، لا يمكن أن نعلم من قاتله. سنرى في المستقبل القريب أن النظام سيبدأ بدس المكائد ودس الإشاعات بين الأهالي، ليقول أن فلان قتله فلان وفلان قتله فلان، كي تحدث هناك خلافات بالتركيبة الاجتماعية في محافظة درعا، لا سيما ممن لم ينصاعوا لهيمنة واستبداد النظام. هذا ما نخشى منه، وبالتالي نحن بكل الأطياف نحذر أهلنا في محافظة درعا من أن يستمعوا لهذه الإشاعات وأن يكونوا على حذر، لأن لا أحد على رأسه ريشة بالنسبة لهذا النظام. هو سوف يسعى إلى اغتيال كل شخص ممكن أن يؤثر، حتى أصحاب المضافات التي تشتهر بها حوران سوف يفكر باغتيالهم النظام، وبالتالي علينا أن نكون حذرين أكثر وأكثر.
وبرأيك هل يمكن يعني الوثوق بروسيا، هل يمكن أن نثق بروسيا من أجل الضغط على ضبط الوضع الأمني هناك؟ طبعا يعني من خلال تجربتنا مع روسيا لا يمكن الوثوق بروسيا، ونهج روسيا هو أشبه ما يكون إلى النهج الإيراني ونهج النظام. لذلك نحن نناشد القوى الدولية التي تدخلت لحل أزمة درعا مؤخرا، وكانت هناك اتفاقات بين روسيا وبعض الأطراف الدولية، أن تعود وتتدخل لفرض على روسيا أن تقمع هذه الظاهرة، وأن تقمع يعني تهور النظام، وأن تسعى إلى إخراج كافة الميليشيات من المنطقة الجنوبية كاملة، وبالتالي سوف يكون لأهل المنطقة الجنوبية حساب آخر مع أذناب النظام الذين زرعتهم الميليشيات الإيرانية والنظام مؤخرا ما بعد التسويات. نعم، أشكرك جزيل الشكر الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم الجباوي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ونعود من جديد أيضاً.